السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة معكم ديد العساو في حلقة جديدة من قناة كيف الحسانية. طبعا لا تنسوا المتابعة والإعجاب والتعليق على القناة إن شاء الله باش نشر كل جديد ونواصل إن شاء الله في أشياء جديدة. الليلة اليوم نشرح لكم شيء قالوا إيثر إيميل. إيثر إيميل هو البريد الإلكتروني على البلوكشين. هذه خدمة جديدة ولا مثلا مشروع جديد قالوا إيثر إيميل، وهو عبارة عن الإيميل اللي كان على الويب 2 اللي هيعود على الويب 3 اللي هو البلوكشين. شنو وصل الويب 2 وشنو الويب 3؟ سابقا نبدأ في ذلك نعطي شوي لمحة عن الويب 1. الويب 1 هو اللي كان بداية الانترنت من 1991 إلى 2004، وكان عبارة عن ايش؟ عبارة عن صفحات يتم حد يقراهم على الانترنت، كي مثلا ما تعرفوا ياهو ويك الساعة وجوجل. مثلا هو انت اياها المستخدم اللي يجي يتم يقرا الصفحات ما يقدر عاد الشيء شنو. طبعا خلق عقب ذاك الويب 2 اللي هو عباره عن ايش؟ خلق ذا جيل اللي فيه فيسبوك وفيه واتساب وفيها هذا امازون وفيها المواقع كامله اللي شفتوا، وعاد فيه ماش رجعت عاد قد يقرا وعاد ملي قد يكتب وقد يشارك، مع انه يغير مشكله. شنو هي مشكله؟ عن ذا ملي الجيل الجديد من الانترنت فيه سيطرة أخرى، وهي عن ذم شرايكم وتحكموا في كامل وتحكموا في معلوماتك وتحكموا في مثلا الوقت يبقى يمحوهم يبقوا يديروهم يقدروا مالي يسرقوا معلوماتك ويقدروا يبيعوهم. معناها ويب 2 كان فيه إشراك للشخص المتلقي المعلومة في الإنترنت، غير مالي في نفس الوقت كان فيه سيطرة عليه وتحكم. ذلك مطورين قرروا بأنهم اللي هي عدو شنقال ويب 3. الويب 3 شنو هو؟ الويب 3 هو اللامركزية جديدة، هو اللي مبني على البلوكشين وعالم العملات الرقمية اللي طرى جديد. وهذا طبعا الويب 3 هو اللي عاد عندنا أمان وهوية غير معروفة. وطبعا مازال عنده مشكلة بأنه ياسر الناس ما تفهموا، وفهم ياسر واحدين يقولوا عنه مازال ما فتعت حقيقة، غير هو ثبت وجوده خاصة يعني نجحوا العملات الرقمية والبيتكوين، وعادوا مثلا جزء لا يتجزأ منه من العالم اللي احنا فيه. طبعا عرفنا عن الويب 1 هو بداية الانترنت، كان عندك الحق بانك فقط تقرا. الويب 2 هو الجيل الثاني من الانترنت، عندك الحق تقرا وتشاهد طبعا وتشارك وتكتب. الويب 3 هو اللي لا مركزيه، وعندك هون انت تحتفظ بمعلوماتك وتحتفظ بهويتك وتحتفظ طبعا بانك قد تجبر دخل ما عن بحد من هذا المجال اللي قال مجال الانترنت. عرفنا الترو ويب، ذاك اللي نشوف هاي الصوره اللي فيها عن ويب 1 وين يوضح لك بعض المواقع اللي كانوا يكسعوا موجودين، جوجل وام سي ام اس ان وياهو يكسع. عقب ذاك خلق تطبيقات فيهم واتساب وفيسبوك وبعض التطبيقات كاملين. ويب 3 حاليا هو اللي فيه المحافظ اللامركزيه، وخلق فيه هذا عالم بلوكشين وفيه كما تعرف العملات الرقميه كاملين بيتكوين اثريوم واسم محافظة مركزية ميتاماسك ذا كامل. وحالياً هم عادوا شين قالوا الإيميل اللي مازال ويب 2 هم يردوه يعدلوه ويب 3 اللي هو الإيميل، لأن الإيميل الحال مازال بويب 2 مازال مثلاً محكم فيه ما فات عاد ويب 3 ما ممتش شيء. عادوا هما ينقصوا الموضوع اللي نتكلم عنه الليلة هو الإيثر إيميل. طبعاً الإيثر من اللي تدخلون اللي يتجبر، هذا عنوان مقالة على الميديوم يتجبر عن هون. هذا الايثر ايميل راعي مكتوب الايثر ايميل، وحاليا لا تشوف منه هاي شرحت لكم بالعربيه. لا تشوف منه حالا هذا هو التوكن عندهم 332 مليار او مجموع التوكن اللي كانوا عندنا هيشو. ولين تشوف نرجع للمقاله شوي، لا تشوف منهم هون في المقاله عنهم جمعوا 3 ملايين دولار هو المرحله. طبعا سموهاش الـ AMC، هذه العملة معناها الإيميل الإيثر ميل كوين. طبعا تشوفوا انت اياها حاليا تقد ان شاء الله بالعربية هرد لكم كما كان بالإنجليزية لا تشوفوا يجيكم واضح. قال لك هون كليم يور 3 ويب 3 إيميل، معناها هون انا تقد كليمي هذه كمية 250 من عملة الـ AMC. الـ AMC هذه هي عملتهم بشرط انك تسجل من جديد عن طريق إيميل لك. هذه هدية يعطينهم الناس بيسجلوا حالا وطريقتها بسيطة نعترف حالا إن شاء الله. ولا تسجل إيميلك، أنا راك سجلت مثلا إيميلي راعي هذا هو إيميلي عندي 500 بيلي في سجلت رقاش تحتي. هون يعطيك فرصة بأنك إيه تبغى تسجل حتى تحتك لا تبغى رابطك
وتعطيه رقاش، ذاك الرقاش مجرد يسجل تحته تعود يعود ما اللي هو تجبر 250 ريفيرال، ويجبر هو 250 لأنه فتح حساب جديد. طبعا اللي نعطيكم حالا الطريقة اللي تربط بها الرابط، هنقمز على طبعا نجي هون، يجيك هذا هذا الإعلان، وفي انفيت يور فريندز باش يجت 250 من هاي العملة اللي هي عملة إيثر ميل كوين. نشوف هون يقول لك عن هذه ذيز لي ام سي ريورد ويل بي كونفرتي تو اي ام تي، معناها هاي اللي تحول شهر اي ام تي اللي هي ايميل ايثر ايميل توكن از سون از از ذا توكن ويل بي لانشيد، معناها ان يتم اطلاق هذا التوكن. وتوف حاليا شيء نعدلو، نحاول نعطي لكم الطريقه اللي تربط بها رابط، تدخل فيهم تقبل رابط هو الرابط مثلا تكوبي وتسجل، تسجل عن طريق مثلا نعطيكم حسابي الاخر سجلت به. اللي نجي هون طبعا تكوبي رابط اللي يفتح لك هاي الصفحه اللي تقمز لها هاي سين اب فور فري، تقمزها يعني تفتح لك ميتا ماسك، راح لك اول يقول لك هل انت روبوت، تقول له انا مالك روبوت، تقول له انا في كونكت ميتا ماسك. مجرد تكونكت ميتا ماسك طبعا يفتح لك ميتا ماسك، تكونكت بي محفظه بيت انت اللي هو المطلوب منك، مجرد تكونكت بيها دريكت تطلع لك 250 من هذا التوكن. سنو ميتا ماسك دائما كونكتي، طبعا رابط كونكت بي شبكه هو طبعا يعتبره يقبل رابط الاثريوم او الاساسي، هاك اللي يتحقق. تو نوقع على الموضوع حراو، طبعا يفتح لك، راح يفتح لي طبعا شو راح جاتني 250 هاي اثنين كيش طلعتني هون ملك كيش منك يزيدون ما اعرف ليش. طبعا هذا ايميل مشهور جديد there is some cool surprise، يبان هون هاي surprise طالع ما شنو هي هذه كريبتي ديم الفندي، يبانوا معدين هون شراكة مع هذه مريضة كريبتي، يبانوا معدين بس مع واحدة أخرى، يبان رقم اللي يبانوا عدوا شراكة أخرى مع هذه بريم أب بلانت. إيه ما شاء الله يبان عندي شراكات جداد، هذه شنو هي بانت إن إف تي يطلقوا 26 نوفمبر توبيخ إن شاء الله، نضل نقراو عنها إن شاء الله. وهذه مريضة شراكة أخرى معدلوها مع هذه الإن إف تي لهم ما شاء الله، بس هذا تقدم. طبعا اللي عملي كل ما جيت وقريت وتصفحت يعني تجبر يزيد لك هذا الكوين، عطي لك 203 كل ما فتحت الايميل جديد ومشي يزاد لك الكوينات، وهذا يطلق مشروع اخر. هم هون الهدف من القضيه كامله يعني نقرا لكم نشرح لكم الهدف كامل شنو هو. شوف نجي هون يقول لك عن هاي القضيه كامله، الهدف منها اللي هي نرد لكم العربيه تشوفوا الهدف من كامل قال لك عنه. المشكله هي شنو؟ انك اولا لا تعود ترد عنك هجمات التصيد اللي دائما تخرج عن طريق الايميل، والبريد العشوائي اللي كان دائما يرسل لك على ايميلك، ده تعود عندك خصوصيه في ايميلك، ما هو كل حد مثلا يعرف ايميلك اللي قاعد على ويب 3. طبعا عدم الكشف عن هويتك ما حد يعرف انت منه. المساله الثانيه اللي يخلق امك تعود تربح عن طريق هذا الايميل، هذا الايميل اللي تعود قد تربح عن طريقه بهذه الكوينات قال لي ام تي، اي حد لا يمشي لك ايميل فرصه يخلصك، خلصك عباش تقرا رسائله بعد قاعد. فهمتوا؟ اي اشتراك لا يتعدل ومالي تجبر على شيء. فهمتوا؟ ولا يعود ذم معناه لا يعود الايميل لا يعود رواية جديدة، وقد ينجح بشكل عجيب به الامور كامله كانت اللي كيفتها ما هي سده يعني تنطرح عقب تعود دوره جديده. وكما تعرفوا كما الايثريوم نيم سيرفر اللي هو عباره عن عنوان على البلوك تشين ما كان مهم، عقب ذاك عملته لحقت عمل اول 120 دولار هذاك في حدود 16 دولار ولا بن علي ياس مرويات، حتى الايميل الملي يعقب يقدم بن علي ياس مرويات، وذلك هذا مازال جديد قد حد يشارك فيه ويجبر منه التوكن. الصبح حين ينطرح الا اذا عاد نجح ولا يستفاد، اذا ما نجح ملي يقبل هو تجربه وراه عاد المشاركه وفهم شي ما كان داهمه وتو اللي هو الحق في الامر. وندير نطرح لكم رابط ان شاء الله، ولا تنساو متابعه قناتنا وديروا لنا اعجاب وتعليق باش نقدر نستمر ان شاء الله نقدم الافضل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.